نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، أبرزها مبادرة 100 يوم صحة قدمت 46 مليون و881 ألف خدمة مجانية خلال شهر واحد، ومبادرة كلنا واحد بتوفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة. كمان معانا أن وزارة الداخلية نظمت ورشة عمل بالتعاون مع جودة التعليم والاعتماد، تفاصيل أكتر هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أعلن عن تقديم 46 مليون 881 ألف 717 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء الخميس 29 أغسطس في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية أعلنت وزارة الداخلية أنها هتواصل مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر لمدة شهر، مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة تزامناً مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. امبارح نظم قطاع التدريب بالداخلية ورشة العمل الأولى بالاشتراك مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في إطار بروتوكول التعاون بينهم في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالمنظومة التدريبية وتبني مفاهيم ومعايير جودة التدريب الشرطي وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك المبرم بين قطاع التدريب والهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتم عقد ورشة العمل الأولى بمقر قطاع التدريب بحضور عدد من القيادات الأمنية بالقطاع ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبعض ممثلي الهيئة.